زي ما اتفقنا نحط السيمبل شوكر، بس السيمبل شوكر ده يبقى فوق، يعني هو نفس اللي احنا عملناه بالظبط، بس الفكره انا عايز اصغرها شويه بس، فهياخد السيمبل شوكر ده لجوه. بالمنظر ده كده، والبلارنس هزوده، ويمكن ده هيبقى كده شويه. وهنغير اللوك بتاع البلر كده مثلا، وممكن نفتح دي كده، ونفتح لاير ستايل، ونفتح انر جلو، ونزود السايز باسيتي ميزة بقى ان انت عندك ده زي السكيلر، يعني تقدر انك انت تسكيل دي زي ما انت عايز. ونفس القصة في الجلو والبلار، عايز ارفع البلار ده شويتين. ممكن نلعب في الكومبلكستي بتاع النويز، ممكن نغير حتى الكومبلكستي بتاع النويز، نخليه مثلا حاجة زي لينير. ده نفس الموضوع، ممكن نلعب فيه شويتين. السموز ممكن احنا نزود السموز شويه. الماب سوفتنس نفسه، هو الفكره العب بقى انت فيها لغايه ما تاخد الشكل السيل اللي انت عايزها بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. فاضل الافكت النهائي بقى اللي هو هيديها الشكل بتاعها، اللي هو سي سي جلاس. هو ده سي سي جلاس، هيخليها شبه الجلاس. تمام، هنروح هنا الاول لسيرفس الماب واللايتنس، انا هخليها على اللومينانس. هنا السوفتنس لو قللناها هيبقى شارب، وانا عايز اقللها شويه. هايت انا مش عايز الهايت عالي، يعني عايز يبقى فيها تحس ان فيها حاجه مقعره كده بس مش عاليه قوي. ديسبليسمنت لو انت عايز ديسبليس بالشكل ده خليها، بس انا مش عايز ديسبليس قد ما انا عايز يبقى فيها كده حته بس بالشكل ده. نيجي لللايت، اللايت ده على فكره هيدي يعني هيتحكم في الارتفاع بتاعها يبقى باين منين. ده اللايت هايت على فكره، او لايت انتنسيتي. اللايت هايت ممكن نزوده شويه للحته اللي فيها سبيكولرز. دايركشن بقى جاي منين، انا عايز اخليه عاجبني قوي الحته اللي هنا دي. شيدنج روفنس خلي فيها روفنس. ميتالنس حلو سنه الشيدنج اللي جوه دي. امبيانت مش قوي، ديفيوز برضو مش قوي عشان ما تلمعش مني. لايت انتنسيتي هنقلله شويه. سوفتنس هايت تمام. جينا نشوف هنلاقيها بالشكل ده. تمام جدا 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 حلوة كده. دي سيل فاينل خلاص، انا مش عايز منها حاجة. شيل شيل، لا مش هشيل سيل فاينل. كنترول الت واي جلو. تمام، فانا هاخد الجلو ده كده، وهاخد الريديوس بتاعه كده.
بحيث يبقى بالشكل ده. ممكن اشيله ممكن اسيبه هنشوف. دي ان اتش ان خلاص مش حاجه. نيجي هنا بقى كنترول واي ودي هتبقى بارتيكولر. هعمل كده واكتب بارتيكولر. مش عايزه بوينت انا عايزه بوكس. هروح لإميتر ماستر وكونتينوس ماشي. بوينت لا هيبقى عباره عن بوكس في الإميتر سايز. هو هنا لينكد ممكن اقول له انديفيديوال براحتي بس انا خلينا لينكد كده كده مش بنعمل حاجه سبيسيفيك قوي يعني. كده ما نكترش قوي في البارتكلز انا مش عايز كل العدد ده. الحاجه اللي بعد كده اهم حاجه الفيلوسيتي. يعني انا عايز اعمل كده واشوف هل الفيلوسيتي لا كويسه يعني يهمني السرعه بس ما تبقاش سريعه قوي. دي حاجه. الحاجه الثانيه انا عايز فيه بارتكلز اصلا اوريدي في السين فعايز اقول له ايميشن اكستراز وعايز اقول له 50% من العدد بتاع البارتكلز يبقى اوريدي اصلا موجود في السين بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده كده. جميل. اللي فاضل ان انا بعد كده اقول له خلي زي ما هي كده 100 100. تمام. عايز اروح للبارتكلز واروح لسايز اوفر لايف وفي البريسيتس اقول له يبقى في فيد واوباسيتي اوفر لايف برضه نفس الموضوع من هنا يبقى في فيد. احنا لو عملنا كده هنلاقي سيلز طالعه 100 فل و14 زي الفل. تمام. طيب ازاي هنعمل كاستم بارتكل؟ دي طريقه ظريفه. انا هروح الاول هنا للسيل فاينل دي واسحبها هنا كده واهم حاجه اشيل بس دي واعمل F4 واخليها 3D لان هو بارتيكولر مش هياخدها الا 3D. فاروح لبارتيكولر وبعد كده اقول له هنا نوع البارتيكل ما هياش سفير لكن هي عباره عن سبرايت. سبرايت بيقول تشوز سبرايت. هو فين السبرايت؟ فين يا عم؟ في تيكتشر. اسف ايه اللي خليني تشوز؟ تشوز دي جديده على فكره. لاير هنا هقول له انا عايز السيل فاينل. استنى بقى جنبها شويه بالظبط اهي. تمام. فطبعا هي صغيره قوي فانا عايز اروح للسايز بتاع البارتكل. سايز. تمام. نكبر السايز حبتين. هي دي الخلايا بتاعتنا. النقطة بقى المهمة قوي اولا دي هنخليها 50 لان انا فعلا مش عايز عدد كبير. شفت الجلو؟ طب انا عايز اروح لسيلفا بس انا عايز اروح لسيل فاينل وافضل باصص هنا. فانت تعالى هنا في اللوك كده اعمل لوك هنا كده وروح لسيل فاينل كده انت بتعدل هنا بس انت هتشوفها في السين التانية. لو انا رحت لا بس كده هيلغي الالف. طيب خليني هنا اروح للريديوس بتاع الجلو واهديه. شكرا. بس فاضل بس دي كده كام سنة. ده كده. هذا الريدز ده شوية. على ده سنة. أو حاجة أسهل من كده خالص. كومب سيتنج. خلي دي مثلا 600 في 600 بس ولا تزعل نفسك خالص. هنروح هنا كده تاني وهصغر او ممكن على ريدس خالص بس كده هيرشق. لا مش هتنفع. خلي ريدس قليل ابن حلال. تمام. نقفل سيل فاينل خلاص. احنا كده نفتح بقى اللوك بتاعنا عشان ما نتوهش من بعض. وبما اني عملت دي كده فاضل حاجه واحده. هو هنا واخدها المفروض انت عامل كومبوزيشن وبتتحرك وفيها فريمات وكلام من ده. فاحنا لو رحنا للبارتيكولر انا عندي هنا بيقول لي تايم سامبلنج راندوم لوب. فانا ممكن ارفع السيد بحيث هو بينقي الفريمز اللي هو عايزها. يعني لو جينا نبص كده هيعمل ايه.
خدتوا بالكم؟ السي ما بتتحركش اصلا. ليه؟ لان هو مش واخدها ككليب، هو واخدها كستيل فريم. هقوله هنا سبليت كليب لوب. كده بقى هيبقى فيه، هياخد الحركة برضو اللي موجودة عندك في الكليب بتاعك. بالظبط. بس في نقطة، ان هو انا مش واخد الحركة كلها، فانا عايز اقوله number of clips. ارفع number of clips زي ما انت عايز، ويستحسن ترفعها قوي كمان يعني، تمام؟ لان انت عامل تقريبا 300 فريم، فهو عشان ياخد